ليبيا. معانا محمود احمد عطيه، شقيق احد المفرج عنهم. استاذ محمود مساء الخير، ايه اللي حصل؟ سلام استاذ مصطفى، اتفضل. ايه اللي حصل؟ هم تم امبارح بعد البرنامج الساعه 8 تم الافراج عنهم وطلعوا من طرابلس ان شاء الله، وصلوا للمصراته ان شاء الله. كانوا كم واحد يا استاذ محمود؟ ست افراد، نفس الحكايه، نفس الرقم يعني. ونشكر رئيس الجمهوريه ونشكر وزير الخارجيه ونشكر حضرتك. ربنا يكرمك وان شاء الله بالتوفيق، واحنا برضو بنضم الحقيقه يعني شكرنا الى الجهات المعنيه وبالذات الاجهزه الامنيه، المخابرات العامه على وجه التحديد ووزاره الخارجيه للجهد الذي بذل مع الجهات المعنيه في ليبيا. طيب، في ليبيا تطورات خطيره تشهدها معركه طرابلس، معركه التحرير. تركيا تمارس دورها التآمري في دعم الميليشيات المسلحه. اللواء احمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي كشف اليوم